اسرائيل مدولين مبودين بري دحين تو تغو برتا كما افايستين بيتك الهي وبرحدي رسولك يو وحن لو بنين يو بختي كما دحكري غلبتي بعد مكا خوغا قرقري مغا عن خوغ وحن لا يدهدو ايام بخيي برنامج جوقتو مالين لا وخو نوقدي برنامجكي برنامج انتو قرخو ان ودا دغينا بل سوماليا يي دولتنمدي حدا دورشا لكو جيره أولي ببرلمان كي خيبي أدن بي أدو سعودان إن سدي كولا موقتا سياسة دا دولة دا حلقان تمالين كور وربضان تاي سوماليا مجرتو دي بيو دعاد رنتي وحايا هيد مطلب الدولة نلقى فيلي مايو إناي وحمع جساة كانتو سدا بدوني دو مشاقيسو لكن حروم مركو هبا قابي ساهاده إن وحون لغو سيد دارو فرم برايد مسترقا يوين بان هلك النيروغي يوچوغي وچي سمانو قول لكن تددكو مركي راهده ورنكان نين لميدو صوماليات حقو آنكو قاري سيدا ملايين كالو صوماليات با ورنكا هلا ديسو ريدنا يالو ايجي محاجم تو صواب سيدا هرطا محمد عثمان جواري إن انت اي چوغان حفيزكا لابا صوه دل قادي كرين دن بيوال باي قلان ورو حاس معقول ما هبو يولي وچي دوين كالالها وحوهي waxaanu doonaa inu sameeyo extension kaanu doonaa inu sameeysan muddada uu kororsan taamka dambe xataa nala ma ridi karo demni ba xubin ma jirto ninka Ismaaciil Umar Geel taariikhda ugu weyn uu leeyahay ba waa sidoo ugu mintiday de Soomaaliin bal mar uu dib ayuu soo noqoto in mar kuuna laga dhigo cadaw Ethiopian hostel soo gashado taa وآخر السبان كمرخة تلاهدو سومالي لان كديغان هان أتكسو جيدو سومالي اي سومالي لان واحد مدى حرير رضي اي لهايين ما دام سومالي لان اي لاذا هقوني ستاق اي رادي نيسو انكستو هادا ولي ايسان اخوان سيهلين اي سومالي اسكو هين تيدي حرير انتو كودن بي تهوي سيد دشي دولة داني وهو سيد لما ايس وحبا يترسان ايا وان ما قشونا انتانا نحمر كتاقين لكن انتراضي سو الى سيداتن كون لدور ايو حقين لقين ايا حسن لو بينيا ما ها امي صنعي الشباب كان يو وفول بين قري هل قال لك غبطة حكم اكستنشن كان يحن مركا وايد هاسو وقت جاب الدلي خلوات كاد بطن وانت على الله ما انت هنا نلاحظه وانا جاب بطن او هذه يقول روح النوالي با دليل يبلايو لكن ده مركا ماشي تالو دليش كم بوري كرتين انا ما بوري كرت وان بروح اللو بغي habka loo bixiyo mushaharka dulkan koonfurta xuduuddu ma calaamad sana oo professional itoobiyeyna iyagu ilaa balcad bay sheegtaan marka dekadahaaba sidee nin sheeganaya aan ugu saxeexa beel lagala qaaday oo dowladdeed kala qaaday buu fahmi waayey in badan buu dad soo diray aakhirkiina jawaabta lagu celiyay waxay ahayd in madaxweyneheennu farmaajo uu leeyahay sidee dowlad kale loogu soo dhisay jabuuti beri siyaad barra dhacay isagoo nool colaad halkaas